وفوجئ بكرسي وعرش الرحمن فخر ساجدا لمولاه. الله الله الله. لما نظم السجود ديالو قال: التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، الزكوات والباقيات الصالحات لله. نداه مولانا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحبيب ما نساش الأمة ديالو. اللهم صل عليه صلاة دائمة مستمرة الدوام، على مر الأيام والأيام متصلة الدوام، لا انقطاع لها ولا انصرام على مر الليالي والأيام، على كل وابل وطر. سلام الله عليكم أينما كنتم، ومرحبا وسعيدة بلقياكم مجددا. حلقة اليوم اللي بغيت نشارككم بها، بغيتكم تسدوا عينيكم وتغرقوا معايا فيها، بغيتكم تعيشوها. فايت لي حكيتها في القناه بالتفاصيل ديالها، بما انها كتعجبني قلت غادي نعاودها، وايضا حيتاش جات في التسلسل في القصه نتاع سيدنا رسول الله. خلي ما نطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. واحد النهار رسول الله غادي يصلي صلاه العشاء وغادي يمشي للبيت امهاله ونعس. في منتصف الليل دق الباب وخرج النبي وغادي يلقى جبريل عليه السلام. خيرا؟ قال ليه: استعد فإنك ضيف الله هذه الليلة. الحبيب غادي يلبس أعظم ثياب ديالو وخرج الباحة المسجد الحرام، ولقى ميكائيل ومعه البراق، دابة أعلى من الحمار وأقل من البغل، وهي وسيلة تنقل الأنبياء كلهم باستثناء داود وسليمان، حيتاش مولانا سخر لهم الريح. لما أقبل النبي جهة ميكائيل وشافوا البراق، غادي ينخفض كرامة وحياء للحبيب محمد. غير ركب جبريل وركب معاه الحبيب وركب من وراهم ميكائيل، وغادي ينطلقوا من المسجد الحرام اللي كانت بداية الإسراء، قاصدين المسجد الأقصى في بيت المقدس في القدس الشريف. والقدس قديما كانت كتسمى بإلياع، واللي هي زعما بيت الرب. غادي يوصل الحبيب، فوجئ بالأنوار في المسجد الأقصى، والزينات والأضواء والملائكة وكل أنبياء الله مجموعين تما. غادي تربط البراق في حائط البراق، ولكن ماشي حائط المبكى اللي سموه اليهود دابا، حيت هو سميتو حائط البراق ببساطه، لانه اليهود تيحاولوا انهم يطمسوا هاد العلامه باش يقولوا الناس راه ما جاش محمد لهاد البلاصه. مهم، كان اعظم مؤتمر في التاريخ واحسن اجتماع داز في الارض على الدنيا كلها. هذه ارضنا وتاريخنا وتراث ديالنا. هو رسول الله غادي يبدا يعرفوا جبريل على كل نبي، حيت جبريل هو اللي كان كبير الرحله. هذا أبوك آدم، وهذا أبوك إبراهيم، وهذا أخوك إسماعيل، وهذا لوط. غادي يسلم الحبيب على الجميع، صطفوا باش يصليوا الصلاة الإبراهيمية، حيت الصلاة الخاصة بنا تفرضت في الملأ الأعلى في المعراج، وإحنا مازال في الرحلة الأرضية. غادي يصليوا الصلاة الإبراهيمية، ورسول الله كلهم تقدوا لكل واحد والمكان ديالو حسب الدرجة ديالو، ومن مراهم الأنبياء ومن حولهم الملائكة. من بعد نادى جبريل: يا محمد لبيك أخي. قال ليه: تعال هنا. وهو يشير له للمحراب: صلي بجمعنا فإن إله العرش قد أعلى لكم قدرا. الله الله، صلى الكل خلف رسول الله، فهو إمام الرسل وختام المرسلين. من بعد قدم له زوج حاجات: لبن وخمر. سيدنا رسول الله غادي يختار لبن، وقال له جبريل: هديت للفطرة وهديت أمتك، ولو شربت الخمر لغويت وغوية أمتك. من بعد غادي يخرج كبار الأنبياء وكل واحد والمكان ديالو العلوي على حساب السماوات السبع. وهنا سيدنا رسول الله غيرجع لفراشو اللي كان في بيت أم هالة في ديك الليلة. لما صباح غيقول هاد الخبار لأم هالة باللي راني مشيت صليت في بيت المقدس ورجعت. قالت ليه: ما تقولها حتى شي حد، إذا خبرتيهم غادي يكذبوك ويأذيوك. قال لها: والله حتى نحدثهم بهاد الخبار. فعلا رسول الله غادي يخرج وغادي ينادي أهل قريش، وقال لهم باللي أنني صليت في بيت المقدس مع الأنبياء، وهذه كانت فرصة أخرى للمشركين باش أنهم يخرجوا عليه كلام من جديد. مشاو تيقولوا ما بين الناس أنه العير كتضرب شهر باش أنها تمشي لبيت المقدس وشهر باش ترجع، وصاحبكم هذا تيقول باللي أنه في ساعة صلى في بيت المقدس ورجع. دوك ضعف الإيمان شكوا في دينهم ومنهم اللي تراجع. مشوا عند صاحبه أبو بكر وقالوا ليه: صاحبك تيقول باللي أنه مشى لبيت المقدس في ليلة واحدة. قال لهم أبو بكر: أو قالها؟ قالوا ليه: آه. قال لهم أبو بكر بكل هدوء: فإن قالها فهو صادق، كنصدق في خبر السماء يأتيه وهو جالس عندي،
أفلا أصدقه في هذا؟ وأنزل الله في أبو بكر الصديق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لما تجمعوا المشركون ومعهم أبو بكر وبعض الصحابة على رسول الله، شنو كتقول؟ سيدنا رسول الله ما زارش بيت المقدس من قبل، قال لهم غادي نوصف لكم بيت المقدس، وفعلا بدا كيوصفوا لهم حجر بحجر. وكل ما دوى رسول الله تيقول لي أبو بكر صدقت صدقت، حتى قال لي الحبيب أنت صديق هذه الأمة. الله الله، غادي يتحدى المشركين وقال لهم راني شفت واحد القافله في الطريق، وها شنو المواصفات ديالها، وبلي غادي تجينا في هذا النهار الفلاني. فعلا المشركين تسناو في ذاك النهار، وهي جات القافله بالمواصفات اللي عطاهم رسول الله كيفيه. المؤمنون تزادوا ايمانا وتقوى، اما المشركون غير ما زادوا حقدوا على رسول الله. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. من جديد رسول الله غادي يترقى من الارض للسماوات. دا جبريل رسول الله وانطلق في رحله السماء. من بعد الرحله الارضيه دابا غندوزوا للرحله السماويه. دقت ابواب السماء الاولى، تأنوا الخزانه ديالها. من الطارق؟ جبريل. أو معك أحد يا جبريل؟ معي محمد خاتم الأنبياء. أو قد بعث؟ نعم، تفتحت للحبيب أبواب السماوات، ولكل سماء حفظتها من الملائكة. في السماء الدنيا لما دخل لها غادي يبان ليه واحد الرجل ترفع له النسمات، كل روح كتقبض في الأرض ترفع إليه. إذا بنت ليه روح مؤمنة تفرح، وإذا بنت ليه روح خبيثة كافرة كانت يحزن. قال رسول الله جبريل شكون هذا يا جبريل؟ قال ليه هذا أبوك آدم، سلم عليه. قال لي سيدنا آدم أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. غادي يرتقي مرة أخرى في السماء الثانية اللي غادي تفتح ليه، وكل ما داز عليه ملأ من الملائكة كانوا كيسلموا عليه وكيفرحوا به وكيرحبوا به. في كل سماء غادي قبل سيدنا محمد نبيا من السابقين. غادي يتلقى بموسى وعيسى ويحيى ابن الخال. غادي يرتقي ويطلع للسماء الثالثة، تلقى برجل اللي كان جميل واخذ نصف الجمال. سول رسول الله شكون هذا؟ قال ليه إنه يوسف بن يعقوب الكريم بن الكريم. سلم عليه وقال لي يوسف أهلا بأخي الصالح والنبي الصالح. ارتقى رسول الله للسماء الرابعة، تلقى بسيدنا إدريس وهارون، إلى أن وصل للسماء السابعة وشاف فيها واحد الرجل اللي كان جالس متكي على واحد الحيط نتاع البيت المعمور، البيت اللي كيدخلوا كل نهار 70,000 من الملائكة. شكون هذا الرجل يا جبريل؟ إنه أبوك إبراهيم الخليل. قال مرحبا يا أبتاه، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. يا محمد بلغ لأمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن، وأعلمهم أن الجنة تربها طيبة وأن الغراس ديالها سبحان الله والحمد لله. في هذه السماء السابعة توقف الأنبياء، لكن رسول الله غادي يرتقي أكثر. غادي يطلع مع جبريل فوق من السماوات العليا، وعند واحد المكان اللي هو نهاية الخلق وسميتو سدرة المنتهى. غادي توقف جبريل وغادي يشير للحبيب، معناها تقدم أنت يا محمد. وقف الحبيب وقال لي وأنت؟ قال لي هنا الحال، كيف ترقي يا محمد؟ قال لي رسول الله أفمثل هذا المكان يترك الخل خليله؟ أنت عارف دروب السماء، وأنت كبير الرحلة، وأنت اللي كتديني وكتعرفني، وأنا غير كنتبعك، دابا وقفتي كيفاش غادي ندير؟ قال يا محمد هذا خط أحمر، اللي فاتوا يهلك، وكل واحد منا عنده مقام معلوم. إذا أنا تقدمت غير خطوة احترقت، أما أنت فكلما تقدمت اخترقت. الله الله، قال رسول الله جبريل خاف من مقام ربي، شفتك الحلي البالي، بمعناها فاش وصل داك المقام رجع بحال الثياب لما كيطيح على الأرض. غيوقف الحبيب حاير، وإذا بدفعة اللي غادي تجيه وغادي يدخل لعالم الأنوار وعالم الأسرار. أشهد اللقاء، لقاء الله لخليله وحبيبه. هنا رسول الله غادي يبدا كيسمع صوت صرير الأقلام، وهي اللي كتقدر الأرزاق وكتكتب الأعمار. من بعد غادي يبقى غادي يعلو ويعلو ويعلو، حتى غادي يلقى راسه في بساط أنس الله، وفوجئ بكرسي وعرش الرحمن فخر ساجدا لمولاه. الله 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 الله، لما نظم السجود ديالو قال التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، الزكوات والباقيات الصالحات لله. نداه مولانا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحبيب ما نساش الأمة ديالو. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غادي يجاوب مولانا، وأشهد أنك نبي الله ورسوله. في هذا الوقت فرضت الصلاة 50 في الأول. من بعد بقى الحبيب يسأل الله التخفيف مشورة مع كلم الله موسى، حتى قال لي مولانا 5 صلوات في العمل و50 في الأجر، يعني هادشي اللي كنصليو حنا اليوم كنصليو 5 في العمل، ولكن كتحسب لنا ب50 في الأجر. قال لي مولانا ما يبدل القول لدي
وما أنا بظلام للعبيد. من بعد رسول الله بدا كيجتهد بالدعوة المولانا وبدا كيستغل مواسم الحج، فاش كانت القبائل كتجي كتحج البيت الله الحرام كان كيستغل هاد الفرصة باش أنه كان كينشر الدعوة. كان كيعيط لهم يا بني فلان يا بني فلان، إن الله بعثني لكم باش تعبدوه وحده لا شريك له، وتحيدوا الأوثان والأصنام وتأمنوا بي وتصدقوني وتعاونوني باش نبلغ الدعوة مولانا. كان صلى الله عليه وسلم تيمشي عند كل قبيلة وكل شخص وكل خيمة باش أنه ينشر الدعوة. كان الرفيق ديالو هو أبو بكر الصديق، وكان ديما كيتبعو واحد الرجل اللي كان حول، إذا خلى آل فلان كيمشي من مراه وكيخطب ما بيناتهم وتيقول لهم هذا ابن أخي كيدعيكم باش أنكم تخليوا اللات والعزة وآتاكم بما لا تعرفوه، ما تسمعوش ليه وما تطيعوش. ولكن رسول الله مكمل في الدعوة وما مسوقش لكل من يعاديه. فهاد الوقت مولانا غادي يعطي الإذن في أنه يتغير مجرى الدولة الإسلامية. غادي يتلقى رسول الله بواحد المجموعة اللي سولها شكون نتوما، حنا نفر من الخزرج اللي كانوا على الشرك وعبادة الأصنام. قال لهم واش نجلس ندوي معاكم؟ تفضل. بدا رسول الله تيبلغهم الدعوة وكيعرض عليهم الإسلام، وهنا ربي عطى الإذن أنه هذا القوم يدخل في الدين. غيقولوا لبعضهم هذا هو زمان ظهور النبي، اليهود غادي يأمنوا برسول الله ويصدقوه وتعلموا الإسلام. وقالوا ليه يا رسول الله ليس أحد من العرب بينهم قتال كالذي يحصل بيننا، وكان ما بين الأوس والخزرج واحد النزاع وقتال اللي كان قديم. رجعوا هاد القوم للمدينة اللي كانت تسمى بيثرب، وكل شيء بدا كيتكلم على رسول الله في المدينة. في الموسم اللي جاي غيجيبوا 12 رجل من الأنصار باش أنهم يتلقوا برسول الله في واحد المكان اللي سميتو العقبة باش يبيعوا رسول الله. وهاد البيعة تسمات النساء حيتاش ما فيهاش القتال. من بعد ما بيعوه صفت معاهم رسول الله رجل اللي كان أول سفير في الإسلام اللي هو مصعب بن عمير، الشاب اللي لما سلم زهد على الدنيا وهجر بحدود المدينة كيعلمهم دين الله. وهنا غادي يهبط عند واحد الرجل اللي هو سيد من أسياد الأنصار، بدأوا كيتعاونوا على الدعوة. واحد النهار هذا مصعب كان مع أسعد، هذا الرجل عند من مشى باش ينشر الدعوة. كانوا في واحد الحيط جالسين تيعلموا الناس دين الله، فإذا برجلين من سادة الأنصار سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ما كانوش سلموا ديك الساعة، غادي يطلعوا لهم الدم من هادشي اللي تيدير مصعب وأسعد، وغادي يقول لمعاذ لصاحبه لو كان مشيتي عندهم وتكلمتي معاهم. ناض أسيد ومشى عند أسعد ومصعب وقال لهم شنو كديروا في قومنا؟ سفيتوا ضعفائنا ودرتوا هادي وهادي. وبدا كيعاتبوا. قال لي أسعد واش سمع شنو غنقول لك؟ إذا قبلتي بيه ما غاديش يضرك، وإذا كرهتي غادي نحبسو. قال لي صافي واخ قول. جلس أسيد وبدا يسمع الدعوة والقرآن، فإذا به غادي يتغير وجهه وغادي يتأثر وقال شحال زوين كلامكم، شنو تيدير اللي بغي يدخل دينكم؟ قال لي والو، يغتسل يتطهر ويشهد ويصلي ركعتين ديال الحق وهو يدخل الإسلام. غيمشي لعند القوم ديالو، يا بني عبد الأشهم ما أنا فيكم؟ قال لهم سيدنا وأفضلنا رأيا وانجبنا عقلا. قال لهم فإن رجالكم ونساءكم كلامهم علي حرام حتى تدخلوا لهذا الدين وتأمنوا برسول الله. والقوم ديالو غادي يدخلوا للدين وفعلا غادي يأمنوا برسول الله، وبحال هكذا انتشر الدين في مدينة برسول الله وعمير اللي كان أول سفير في الإسلام. كان المسلمين من الأنصار على موعد مع رسول الله في البيعة الثانية اللي تسمات بيعة العقبة الكبرى، وكان الموعد في الحج. غادي يخرجوا الأنصار من المسلمين مع المشركين في الحج لمكة، وكان ما بينهم سيد من سادات اللي سميته البراء بن معرور، وكان في طريقه ما كيوصلش البيت المقدس ما كيرضاش. كانوا صحابو تنصحوا ولكن ما كانش كيرضى. لما وصلوا لمكة 71 رجل ومعهم زوج ديال العيالات غادي يوصلوا مع المشركين في الحج لمكة، وأهل مكة اللي ما كانوش عارفين بالخبار. غادي يمشي البراء مع كعب بن مالك يسولوا رسول الله على الصلاة باتجاه الكعبة، ما كانوش شافوا رسول الله. في الطريق سول رجل من أهل مكة فين هو محمد، قال لهم تعرفاني؟ قلنا لا. أتعرفاني العباس؟ نعم. قال لهم هو راه جالس مع العباس عند الكعبة. مشاو عند الكعبة وشافوا العباس وتيقولوا بلي أننا كنا كنعرفوه من قبل، كان تاجر اللي كيجي للمدينة. مشينا جلسنا عند رسول الله، فقال الحبيب للعباس واش كتعرفهم؟ قال ليه هذا البراء سيد قومه وهذا كعب. قال ليه الحبيب الشاعر؟ قال لي العباس نعم. تيقول كعب بن مالك والله ما نسيتها طوال عمري، رسول الله كان تيعرفني. سولنا رسول الله على الصلاة في اتجاه الكعبة، فقال الحبيب لبراء يا براء إنك على قبلة لا صبرت عليها، يعني صبر على هذه القبلة واللي هي بيت المقدس. رجعنا في حالنا. جات ايام وسط الشريق غادي يمشي ثلث الليل الاول وغادي نعسوا، ونعسوا الناس في رحالهم وتسللوا المسلمين 71 رجل وزوج عيالات غادي تسللوا سرا وتحد ما عارف خبرهم، لا مكه ولا القريش ولا حتى اصحابهم المشركين. غيمشيو للعقبه ويتلاقاو برسول الله باش يعقدوا البيعه. غادي يخرج مع الحبيب العباس اللي مازال ما سلم انذاك، تلقى بهم الحبيب، تلقى بالانصار وقال العباس ما بيناتهم ايها القوم واش عارفين شكون هو محمد ما بينا؟ منعناه من الناس
الناس وأعدائه. إذا بغيتو قبلتو به وخذيتوه معاكم وتمنعوه من الناس، وإلا خلوه ما بيننا. قالوا لي سيدتي عباس؟ قال لهم نعم. قل يا رسول الله ما أحببت وما شئ. قال لهم رسول الله أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأبناءكم. قالوا الأنصار رضي الله عنهم بل نمنعك مما نمنع منه ما تحت أزرنا، ماشي غير نسائنا وأولادنا. واحد من الأنصار سميته بن الهيثم قال يا رسول الله بيننا وبين اليهود عهود ومواثيق وإن قاطعها، فإن أظهرك الرب عز وجل على الناس وعلى العرب فهل عسيت أنك ترجع لقومك وتخلي بيننا وبينهم؟ قال الحبيب الدم الدم والهدم الهدم، وأحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فرحوا الأنصار بعد هذا الأمر وبيعوه وجعل عليهم 12 قائد، رجعوا لبلادهم. لكن قبل غادي يسيقوا الخبر لهذه البيعة، الشيطان من الشياطين اللي غيب يغوت ما بين الناس. يا أهل المنازل هل لمن في مدمم والصبات معه تبايعوا على حربكم؟ بدوا الناس تقلبوا شكون تيهضر. قالوا الأنصار شنو هاد الشي؟ قال لهم الحبيب هذا شيطان العقبة، والله لا أتفرغن لك يا عدو الله. قالت الأنصار يا رسول الله أفلا نميل عليهم ميلة واحدة؟ قال لهم لا، مازال ما جاش الامر تاع هذا الشيء، وغادي امرهم باش انهم يرجعوا في حالهم. في الصباح غادي ينتشر الخبر، ومشات قريش كتاكد من زعماء الخزرج اللي كانوا مشركين، سولهم واش بصح تبيعتوا مع محمد انكم تقاتلوا دون الناس. قال لهم عبد الله ابي ابدا موقع هذا الامر، ما كان قومي يفعل هذا. قريش تيقول جواب، اما مشرك الخزرج ما كانوش عارفين شي حاجه على هذه البيعه. رجعوا الانصار لبلادهم وعليهم 12 قائد، هزوا رايه الاسلام وغادين على اساس باش انهم ياسسوها. وهذه هي كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها. اما سؤال حلقتنا هو خليوا لي تعليقكم لتحت راني كنشوفها. دمتم في رعايه الله وحفظه، بصحه فطوركم. سلام سلام.